تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، اتكلمنا عن موضوع الكهرباء امبارح في أكتر من محافظة في مصر، لكن النهاردة كان في كلام من دمياط إن في خصوصية لمحافظة دمياط لأن هي محافظة صناعية، والورش والمصانع بتعتمد على الكهرباء بشكل رئيسي. مش بس زي ما قلنا امبارح مصانع التلج نتيجة الصيادين بيشتكوا في دمياط والمصانع قفلت أو باظت مكانتها، إنما كمان، وده موضوع رئيسي يخص دمياط، إحنا داخلين على العيد الكبير وده موسم جواز، وناس كتيرة جدا بيطلبوا العفش بتاعهم من دمياط، فده موسم ازدهار صناعة الأثاث في دمياط. لما الكهرباء تقطع ده معناها ان الورش بتتعطل. دمياط فيها 35,000 مصنع ورشة، لما الكهرباء تقطع ساعة واحدة معناها ان في عطل في الانتاج 35,000 ساعة، لما الكهرباء زي امبارح تقطع 5 ساعات في دمياط ده معناها اكتر من 150,000 ساعة انتاج تدهور أو عدم وجود في دمياط. ده معناها ببساطة إن في الأسبوع متوسط انقطاع الكهرباء في دمياط 1,000,000 ساعة إنتاج في الأسبوع فاقد في دمياط. الحكومة لازم تدي أولوية لمحافظة صناعية ناجحة زي دمياط إن تكون الكهرباء فيها موجودة بانتظام، لأن في 35,000 ورشة ومصنع بينتظروا كل لحظة إن الكهرباء تعود.